طبعا يعني انا الناس اللي بقدر وبحترم وعارفه ان مصر خيره دي، وطبعا كل مصر خير كمان تشترك مع صندوق تحيا مصر، ده شيء رائع جدا ومبادره يعني زياده الخير خيرين زي ما بيقولوا. وطبعا المدارس اللي احنا شفناها النهارده يعني حاجه كده تفرح القلب جدا يا اخي، شفت التلامذه كلهم مبسوطين فرحانين، اكيد فرحانين بمجيئين تانيين، بس انا اقصد ان هم حاسين ان هم في بهجه من المكان. ده شيء مهم جدا ان الواحد يبقى في مدرسه فيها نور وفيها الوان وفيها نظافه وفيها تعليم جيد وفيها اهتمام. بجد بجد ربنا يقدرنا دايما على الخير ويقدركم دايما على الخير، وشكرا لمصر الخير، وشكرا لصندوق تحيا مصر، وتحيا مصر دايما.